ولما نقول مفاتيح الفرج معناته في أمل، مش معناته حصل. فرق بين ما تقول معه مفتاح الفرج وبين حصول الفرج. معك المفتاح إن شاء الله يا ربي يفتح، بس عاد مرات قفلك أنت اللي مكربج، مرات أنت قفلك مصدي يا سيدي، بدك شغل وراح يفتح، راح يفتح بس راح يغلبك. شيك أول مفتاح من مفاتيح الفرج سجدتين فيهم دمعتين، اللجوء إلى الله. والله طول ما عمرك بتقول بلكي فلان وبلكي علان وبلكي 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 ما راح تستفيد. أول مفتاح ربنا حطه بإيدك حتى يفرج همك إنك تلجأ له. شو يعني تلجأ له؟ بجوف الليل ناس نايمة، توضأت فأحسنت الوضوء، قمت توضيت، بس توضيت مرة هاي بعناية، يعني تستلذ بالوضوء، هاي فأحسن الوضوء، ودخلت في الصلاة، طولت في ركوعك، طولت في سجودك، وانت ساجد تطلب. سيدنا يونس ببطن الحوت ومع ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، وكان شايف باب فرج مش مفتاح، باب اللي هو مين؟ اللي هو الله. ما هو في ناس ما تيجي تدعي ما فيش لذة للدعاء لأنه مش مستطعمه، هذا مش دعاء، هذا مش دعاء. ربنا قال لك أمن يجيب المضطر. شو المضطر؟ الذي أغلقت كل الأبواب في وجهه فلم يبق في معتقده ووجدانه وجنانه وضميره وعقله وفكره باب إلا باب الله. هذا ربنا بيجيبه، هذا ربنا بيجيبه مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولما يدعي شو بيسوي؟ ويكشف السوء. لكن متى هذا الكلام؟ لما كل حبالة بتتقطع وبتظلك مع حبل الله. لكن واحد ما فيش عنده مخافة الله بتقول بدي أدعي الله، مش راح يجاوبك، مش راح يجاوبك. أول مفتاح باب الله، اللي مع الأسف لما تحكي فيه اليوم باب الله وقالك طلع طلع قالب ليها خطبة جمعة، طلع عامل لي فيها دين. يا رجل ربنا بيدبر السماوات والأرض، بيدبر السماوات والأرض، اللي دبر السماء والأرض عمر الشمس ما راحت عليها نومة، وعمر القمر ما قال مش جايب الأطلع، عمره قال هيك؟ ما هي لو زحزحت الشمس عن مكانها تحرقك ولا بتموت برد. لو القمر تأخر مرة بطلعته، لو القمر تأخر مرة بطلعته بصير إشكالية بالدنيا. طب هو اللي ضابط الشمس والقمر والنجوم والشتاء، هو اللي ضابط هذول كلهم سبحانه وتعالى. يعني أنت الآن خذ لك بزرة حبة التين، يعني شفت التينة مش في جواتها بزرة؟ خذ هاي البزرة وروح ازرعها بماليزيا، الأردن خذ ازرعها بماليزيا، تطلع نفس الشكل ونفس اللون ونفس المواصفات ونفس مواعيد الثمر، تطلع كاملة زي أمها. مفاتيح الفرج كثر، ولكن أنا بعطيك الشيء المقدور عليه دائما. أوله اللجوء إلى الله، أبسط الطرق صلاة ركعتين بنص الليل، هاي واحدة. الثانية بدك تداوم على الدعاء. الدعاء مش معناته اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم فرج كربي وخلصنا، لا. أبسط مثال على الدعاء حتى يستجاب هو مثال انك انت جبت زرعت لك حبة فول. انت مش الاولاد بالبيت بيزرعوا فول بالقطن؟ هسا احنا نزرع حبة الفول، سقيناها اول مرة هي صبحت طالعة، سقيناها مرة ثانية، سقيناها ثالث يوم، سقيناها رابع يوم، سقيناها خامس يوم، ما طلعت. اجى الولد بطل يسقيها، قال هاي بس هي صالة خمس ايام مش طالعة فبطل يسقيها. امه بتفهم للولد، قالت يوم تعال افتح عليها. لما فتح عليها ولا هو الجنين الأخضر صار منبز منها، هيو بده يطلع. لو استمر بالسقية كمان يومين ثلاث بتلاقيها طلعت وفرح فيها، لكنه يأس. هاي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم ييأس. شو يعني؟ أول ما تشعر إنه يأست دعيت 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 والله ما استجاب كمل ما لم ييأس. فنس موضع اليأس، زمن اليأس بيكون بعده جاء الفرج. دعيت أنا أول مرة وثاني مرة وخامس وعاشر يوم ما فيش استجابة، أنت يأست يأست كمل. اليأس دلالة قرب الفرج. ربنا شو قال؟ قال حتى إذا استيأس الرسل. مين اللي يأس؟ الرسول، الرسول نبي 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 يأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، شو أكثر من هيك؟ جاءهم نصرنا. فاليأس في الإسلام دلالة الفرج. ليش؟ لأنه في ربنا جعل قوانين إلك وجعل قوانين إله. قانونك القوة تغلب الضعف، القوة تغلب القلة، والقوة تغلب الضعف، هذا قوانينك أنت. بس ربنا قانونه لا، ربنا قانونه خاص هو الله. مفاتيح الفرج لما بنحكي فيها من جملتها
مساعدة الناس، يعني ربنا قال قدموا بين يدي نجواكم، قدموا بين يدي نجواكم، يعني قبل ما تطلب من الله عز وجل، قبل ما تطلب من الله قدم لك معروف، قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ربنا قال. فأنت قبل ما تطلب تصدق. طيب هو لما النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال وأتبع السيئة الحسنة. أنا عملت سيئة، شو أعمل؟ أعمل وراها حسنة. يعني أنا عملت غلطة، اعمل وراها حسنة. شو الحسنة؟ استغفر الله. شو الحسنة؟ سبحان الله. هيك الله غفرها؟ قال لك لا، بدك مطلوب منها شغلتين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي واحد، والمطلوب منك كمان وخالق الناس بخلق حسن. فمطلوب مني أمرين، أمر بيني وبين الله، وأمر بيني وبين خلق الله، ليغفر الله ما كان مني من ذنب. اللي بيني وبين الله سبحان الله، واللي بيني وبين الناس صدقة. تعين صانعا، واحد بيشتغل بشغلة فساعدته، تعين صانعا. زلمة ختيار واقف بحمل اغراضه بسيارة بالتاكسي، اجيت انت شلت معه الاكياس وحطيت له اياها، مرة عجوز حالتها حالي ووصلت معها الاغراض لباب البيت، هاي لا مصاري ولا، لكن قدمت بين يدي نجواك. تعين صانعا وتصنع لاخرك، واحد مش عارف الشغلة تعلمه صنعة. ابو فلان عندك هالابن بدل ما هو يضل ركض بالحارات، ودي عندي هالمنجر خليه يتعلم، باخذ له صنعة، ودي عندي محل حلاقة، ودي عندي انا عندي حداد، ودي عندي هاي. تعين صانعا او تصنع لاخرك، الاخرق ما بيشتغل، بيعرفش يشتغل، اسمه اخرق اللي ما بيشتغل، شو اسمه؟ اسمه اخرق، بدل ما تقول عاطل العمل سميه اخرق. تعين صانعا وتصنع لاخرق، من مفاتيح الفرج معاونة الناس، تساعد الناس، تساعد المحتاج. احنا قلنا اللجوء الى الله والدعاء والمساعدة، اللجوء إلى الله والدعاء والمساعدة. بيظل كمان واحدة، يعني هم مفاتيح الفرج كثر، ولكن أنا بعطيكم الشيء المقدور عليه دائما، اللي هو الذكر، ذكر الله عز وجل، كثرة الذكر، كثرة الذكر، إنه الإنسان دائما لا إله إلا الله وماشي بسيارتك، استغفر الله العظيم وانت ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني خلي على لسانك في ذكر. طب بدي أسألك سؤال، إحنا الآن لما بنقعد مع بعضنا القعدات نقعد ساعتين وثلاث وأربع ساعات، اسأل مرة نفسك سؤال، كم مرة ذكرت الله في هذه الجلسة؟ بس هيك قعدنا مع بعض. حتى بدي أقول لك شغلة، أنا أخذت حتى أكون معك واقعي، أنا بحبش التنظير أنه، ولكن يا حبيبي وانت قاعد على الأرقيلة، قاعدين مع بعض شباب بتأرقلوا وخلصت القعدة، كم مرة قلت لا إله إلا الله؟ يا رجل حتى لو كنت قاعد حاط أرقيلة، حتى لو كنت شو ما قاعدين بتسووا، بتحضر مباراة شو ما كان، خلت تطلع منك أستغفر الله، لا إله إلا الله، حسبي الله، خلي على لسانك ذكر لله عز وجل. بدنا نخلي لسانك رطب بذكر الله، بدنا نخلي هذا، والله من مفاتيح الفرج، لأنك طول ما أنت تذكر الله عز وجل الله ينظر إليك، الله يتجلى عليك، الله يذكرك. إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ قدام الناس ذكرته في ملأ، بس إيش؟ خير منهم، قدام الملائكة بذكرك، قدام الملائكة بذكرك سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا كنا يجعلنا من الذاكرين والشاكرين، قول اللهم آمين، وشافي مرضانا ومرضى المسلمين، قول اللهم آمين، يصلح أحوالنا أجمعين.